قلت لك يا حاج شحاتة انا مش جاي افرح، يعني مش جاي افرح. اقفل، انا متعذب. اقفل بقول لك. طبعا بتتصل بي عشان خاطر احضر فرحك. فرحك عليك تربية وسخة. واطي واطي. طبعا مرتجف مرتجف ومتوتر. طب ما ترام انت مرتجف ومتوتر، جيت ليه وسبت فرحك؟ يابا ما هو انت لازم تيجي معايا الفرح، ما ينفعش. انت جيت ليه وسبت فرحك؟ جيت ليه وسبت فرحك؟ يابا فرح ايه بس؟ يابا فرح ايه؟ ده انا واقف الفرح حاسس ان انا معزوم. لازم تيجي فرح ابنك. نعم ابنك. دلوقتي بقيت ابنك وفرحك. ابنك وفرحك. تقدر تقولي ردي يكون ايه على العشوائيات اللي انت بتقولها دي؟ يابا سيبك الكلام ده بقى، عشوائيات ايه وانا جاي طالب تصريح من حي. انا كل اللي عايزه يعني انك يا واد يا واد انا عايزك تحكم عقلك. عايزك تحكم عقلك. الفلوس اللي انا عملتها دي كلها تتفكر انا عملتها عشان خاطر ايه وعشان خاطر مين؟ عشانك انت تيجي كده من يوم وهيصة وفرقة كده كلها تروح هباء؟ لا يا سكتر، لا الفلوس بتاعتي عمرها ما تروح هباء 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 ابدا ابدا، ولا تديها البهاء. لم تكش من اي حاجة وحرمت نفسي من كل حاجة، كل حاجة. شرب وشرمتك، لبس ولبستك، أكل وأكلتك، جبنة رومي جبت لك، جبنة فرمانك جبت لك، جبنة المثلثات يا بشتري جبت لك. جيت في يوم قلت لك هات حتة، ما حصلش يا سكركر، ما حصلش. ما حصلش انه قلت لك هات حتة ولا فتوتة ولا قلت لك هات لحظة. كل الجبن اللي انا عملتها في حياتي دي عملتها عشان خاطر مين؟ عشان خاطر البقرة؟ لا طبعا عشان خاطرك انت. جبت لك افخم واصعد واكبر عربية في الوطن العربي كله، جبت لك عربية جراند شيزوكي. يابا ده عربية تركيب، تركيب ده انت مجمعها لي عندك هنا في الوكالة. الله، ده انا باجي اخد الملف بيها بس دي بتراعي للشباك على الارض. اخرس يا ناكل جميل السيارات. ابوس ايدك عشان خاطر، تعال معايا ما تحرمنيش من لحظه زي دي والنبي. ماشي هتيجي؟ انا هاجي معاك لسببين. السبب التالت اني ما اعرفش العنوان. تفضل معايا، قلبي عمره ما هيصفى لك. تأخرت كده ليه؟ مكنش ينفع عاجل فرح من غير ابويا، ما ينفعش. بص برضه وقفته برضه في قلب المكان، يعني ابويا برضه ما ينفعش. قلبي على ولد قطر وقلبي قطر على البحرين. ارقص، ما انت خلاص بعيت مدهن زيهم. هقول ايه؟ هقول ايه يا كركر؟ يا مزقطة قلبي، ألف مبروك يا ابني عليك. واطي ابني واطي. سمع هوس، سمع هوس. أنا الحناوي، الحناوي أبو العريس.
كركر الحناوي صاحب اكبر تاجر قطع غيار في الوطن العربي كله. انا جاي لك النهارده يا ابني عشان اتحيك في فرحك. سمعني سلام التت للفنان عمرو دياب. تحب نروح فرح تاني؟ اتفضلوا متشكرين قوي متشكر قوي يا جماعه والله الف شكر سعيد جدا انا عامله ايه الحمد لله ايه يا بابا ايه يعني ما مش كده ولا ايه ها ما ينفع ادخل ولا ما ادخلش لا يا ابني ادخل ادخل ما خلاص مش اتزفيت تم تتا تتا تم تتا خش ابقى قابلني لو قابلت لك اوبا جوه وخلفت شحليه في خيارات كده لما كان نفسي تاخد واحده انا راضي عنها وتخلف منها حناوي صغير يعني انا مش فاهم يعني انت راضي عنها يعني هتجيب لك حناوي صغير واللي مش راضي عنها اللي هي دي هتجيب لك شمبانزي ما هتجيب لك برضه واد صغير كده برضك ها يبقى اسمه حناوي برضه صغير كده ويمشي يدقلق لك كده ويقول لك جدو ايه كاكا كده ويملى الدنيا علينا وساق انا مش عارف انت لفيت عليه ازاي وكلتيه وفلخت عقله انت اللي زمان لو كنت شفتك ما تاخديش معايا غير وهمها كده على طول خطوه واحده خطفه كده بس يابا بس خلاص استني انت بقى عيب الله ابويا ما ينفعش نتكلم ابويا الله قلبي ووش رجلي غضبانين عليك يابا قلبك ووش رجلك ايه وانت داخل تشوف بلن على ابو زرافه عسل ام اللي جابت ابو سلالم ابوك وبرضه مش هنسى تحريك لفرحك يا كبكر مش هنسى تحريك لفرحك ابوك يا عريس في عيبك
ابني الكلب يا واد. شد عليك الضوء. حصل خير. حصل خير. حصل خير. أنا آسف والله بس يعني أصل مرتبك قوي. أنت بقى من النهاردة الأميرة فرجينيا. فرجينيا جميلة الجميلات. أنا ريتشارد. ريتشارد قلب الأسد. ملك الغابة. أنا هخش أحمل حمام. إيه؟ ها؟ لا لا هخش أستحمى في الحمام. يعني فوطة زفرة كده على السريع وجايلك. أنا آسف يا حاج، إنما مضطر أصرحك. الكهرباء اللي دخلت جسم ابنك كفيلة بإنها تشغل مصنعين مع بعض. ابنك اتكهرب في مية، يعني دخله كهرباء ومية. يعني روح أقدم له على العداد، دخله يعني إيه كهرباء ومية؟ اقعد يا حاج وأنا هفهمك كل حاجة. اقعد. دلوقتي للأسف الشديد ابنك عنده بلد accumulation in the brain. يا نهار اسود، وهيفضل طول عمره في الكومبونيشن. يا حاج افهمني، اللي هي تجلط دموي. تجلط دموي يا نهار، يعني هيفضل في الكومبونيشن وتجلط دموي. تجلط يا حاج، تجلط دموي على الشعيرات الدموية الخاصة بالذاكرة. شعيرات دموية؟ آه. يعني هيبقى أقرع ولا هيبقى إيه؟ فهمني. إحنا بعد العلاج إن شاء الله يدوب يا ما تدوبش. لا، ما فيش حاجة اسمها ما تدوبش يا دكتور.
ابنك تعبان يا حاج. لا مش تعبان يا دكتور. لا ابنك مجنون يا حاج. خف من بوعك يا دكتور، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. ابني مش مجنون. ابنك مجنون يا حاج، وانا اللي عارف ده كويس واحتمال. ابني مش مجنون، ابني في منتهى العقل. بمئة ألف جنيه. ايه ده؟ انت جاي ترجيني في مكتبي؟ معاذ الله يا دكتور، خليهم 170,000 جنيه. اقول ايه زمايلي وتلامذتي واقراني؟ ايوه كده 180,000 جنيه. ومكانتي العلميه 200,000 جنيه. وضميري 23 جنيه. لا لا يا حاج، لا يا حاج، لا لا لا، نص مليون جنيه. ها؟ نص مليون جنيه. نص مليون جنيه حاج. اعتبرهم تبرع مني للمستشفى اللي انت فيها. حلوة الصيغة دي؟ حلوة، ها؟ بس بشرط. أؤمر يا حاج. قرب ودانك وحواجبك واسمعني كويس. تعالى، شرط واحد بس اللي عايزه تكون حاطه في دماغك كويس. ابن كركر مفيش جنسي مخلوق على وجه البسيطة يعرف إنه دخل مستشفى الأمراض العقلية ولا عتب العتبة بتاعتها حتى. اتفقنا؟ الفلوس ضيعت مني ابني زي ما ضيعت قبلها اخواتي. كل شيء لازم يرجع زي ما كان. لازم يتمتع بكل قرش عملته طول حياتي. من بكره هشتري احسن فيلا فيك يا مصر. احسن فيلا فيك يا مصر. اتفضل يا حاج الشاي. ما تعرفش يا ابني حد بيبيع فلل؟ فلل؟ اه. لا لا لا، ماليش في الكلام ده، انا في سمسرة هناك. ربنا يخليك. مظبوط؟ ايه ده؟ ايه يا ابن القرف ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ الكوبايه يا حاج في ايه؟ خد 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 يا ابني، خد يا حبيبي. ايه ده؟ الله يعمر بيتك، الله يكرمك، ده كتير قوي. ادعي لي يا ابني، ادعي لي. الله يعمر بيتك ويكرمك. ادعي لي انه يشفي لي ابني. اللهم يشفي له ابنه يا رب، الله يكرمك. خرجوا من المستشفى. يا رب يا رب يخرج من المستشفى. هو انت مستعجل على ايه؟ مستعجل الجرايه يا حاج. خدت فلوس عايز تمشي على طول. ايوه يا حاج. ده ابوك ده؟ ايوه ده ابويا. بيتساعده؟ اه بساعده، بخلص الجامعه واجي له على طول هنا. ما شاء الله، تخلص الجامعه وتيجي على هنا؟ اه. كليه ايه؟ اداب. اداب ما شاء الله، باين على اخلاقك يا ابني، باين على اخلاقك يا حبيبي. قسم ايه يا ولد؟ بوفيه. قسم بوفيه؟ لا ده ايه، قسم جديد ده ولا ايه يا حاج؟ لا بوفيه الكافتيريا يعني بتاعت الكليه انا بشتغل فيها. الاداب دي مش اللي هي الشبكه انت بتتقفش كل شويه فيها دي؟ بتتقفش انتوا؟ بتقفش فين يا حاج؟ الكليه مش الشبكه بتاعت الاداب؟ لا دي كليه. شبكه ايه يا حاج؟ الكليه هناك في البوفيه يعني. ايوه ايوه. كافتيريا؟ كافتيريا اه تحت. عندكم سندوتشات مربى بالمهلبيه؟ مهلبيه؟ امال ايه؟ بيقول لك مربى بالمهلبيه، مربى بالقشطه والحاجات اللي فيه. اه يا حاج ربنا يحرسك يا ابني. الله يكرمك يا حاج. بكره الناس بدي تيجي. هو ده ابوك ده؟ ابويا اه. وهربان من حاجة؟ هربان من حاجة ليه؟ أمال ملسم كده ليه؟ عليه طر؟ لا لا لا، هو ده العادي بتاعه. ما قلت لك شيلها بقى يابا. خد يا ابني، بكرة النصبة دي تكبر ادعي لي. الله يكرمك يا حاج، ده كمان الله يخليك يا حاج، ربنا يعمر بيتك. الله يكرمك يا رب. ادعي شوية. حاضر حاضر. عندكم دم؟ الله يعمر بيتك. ادعي. الله يخليك يا حاج، والله هقفلك للصبح هنا. الله يكرمك. ربنا الله يكرمك يا رب. ويخليك لابوك. الله يخليك يا حاج. خليك لابوك. الله أكبر، إيه ده؟ ده راجل حلو أوي. هي دي العيلة، هي دي العيلة، أسرة سعيدة يفضلوا عايشين حياتهم كلها في سعادة. ابن بيسمع كلام أبوه، وأب أب عرف يربي، عرف يربي ابنه كويس. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب يا رب. Yo, sexy ladies wanna part with us, they not a car with us, them not war with us. Yo, sexy ladies wanna part with us, they not a car with us, them not war with us. It's all good, girl, turn me on till the early morning. Let's get it on, let's get it on till the early morning, girl. It's all good, just turn me on. I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Girl, love someone.
البطارية ضرب الشيكات. والله العظيم ما ضربت حد. هتستقبلي عليا يا بت؟ غصب عني ده هي بتعمل حاجات انا مش عايزه اعملها. انا هريحك من ايدك دي واقطعها لي خالص، فاهمه؟ والله ما هعمل كده تاني. واحنا في الفصل يا اختي، ده انت حراميه وحزجلك. ابوس ايدك مش هعمل كده. اوعي أنا أمي. بطل يا بنتي مسلسل أمك البايخ اللي هريتينا بيه، يا مش خفت؟ لا ماتت. أحسن أحسن يا أختي، ريحت الدنيا كلها. هات يا بنتي الدفتر زيادة معاك، اطلعي غوري شوف شغلك، ودي آخر مرة، فاهمة؟ غوري الو. ايوه مين؟ 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 حناوي؟ حناوي اخويا؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك يا حناوي. يا اخيرا افتكرتيني يا غالي. الله، امال علبة البودرة بتاعت شعري فين؟ بس اسمعيني اتعوض، اسمعيني اتعوض، اسمعيني اتعور. الله، لا حول ولا قوة الا بالله، ده كان لسه معايا امبارح. يلا بينا يا ابو اسماعيل، يلا بينا. بموت بموت بموت. الموضوع خطر، التعويره دي هتفضل تيجي ساعتين وساعتين وساعتين لحد ما تضيق علينا المكان، ولو ضيقت علينا المكان هنتعفس في الحيطه، ولو تعفصنا هنموت. شايفينها؟ بموت. بقولك ايه، انا جت فكره جهنميه. تدفن؟ انت شايف كده؟ انا شايف انك تدفن. عارف ليه؟ ليه؟ عشان لما تدفن هتدفن هتبقى قاعد مستريح لوحدك كويس؟ وبعدين كمان لو التعويره دي فضلت توسع 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 توسع، انت هتموت في الوسع. اه وتموت. اه يبقى تدفن. خلاص خلاص، وافق انه يدفن. الحمد لله على السلامه. عويرة اسماعيل اللي في دماغه باطل. باطل حلاوة. باطل يسمعنا، ولو حد سمعنا هيعرف احنا بنعمل ايه. وبعدين احنا مش خايفين من حاجه، بنشتغل في النور، واحد اتعور بنتفينه ولا ايه؟ مش عايزين حد يعرف علينا حاجه، سرنا يبقى بطننا، محدش يسمع غير كلمتنا كلنا. وسلموني عليه، سلموني عليه، سلموني عليه، سلموني عليه. حد عايز يدفن معاه؟ محدش؟ لا. خلي بالك. ايه؟ اي حد يسألك انت دفنت ازاي؟ مين اللي دفنك؟ تعترف بأي كلمة؟ ده يبقى دليل عليك والاعتراف سيد الميدالية. بنا خليك ليا، انا مش عارف من غيرك كنت دفنت ازاي. كنت هتدفن على وشك ونفسك يكتم وتموت يا مجنون. الحمد لله. خلاص؟ خلاص. يلا يا ولاد راسة الموت، وضعوا صاحبكم. ام 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 ام
ده بقى له مده سنين طويله ما سالش عني. بتقول بقى ايه؟ حاضر من عينيا، هاجي لكم على الظهيره. سلام. تعال يا رضا، تعال يا حبيبي، شوف خالك الحناوي بقى ايه، بقى من اكبر تجار قطع الغيار في البلد. مش زيك يا ضنايا، وشك مهبب ونفسك مقطوع من نفخك في الكاوتش. الهي وانت جاه يرزقك ويسعدك ويطعمك يا رضا يا ابني احشائي، وينفخ كاوتشك. بيت تعالي شيل الصوره دي، بتقلب عليها المواجع. مش هقول لفرد الكوش دي نايمه. لا حول الله، لا حول الله، نامت ازاي دي؟ نامت نصيبها كده اهوت. انت اللي نمتها؟ لا يعني كل واحده منوم يعني. يا عم شوف هنا الله يخليك. كل واحده منوم؟ ايه ظرافه ام حضرتك دي؟ معلش انا اسف، اتفضل بس. يا فين العجله؟ ايوه فين؟ خد يا عم العجله. يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عجله ايه؟ عجله ايه؟ فين العجله؟ ايه؟ اتفضل. انت بتحط العجله في حتت غريبه. معلش معلش اتفضل. حاضر اتفضل. معلش تعال. فين يا عم العجلة؟ ايه؟ فين؟ ايه دي؟ تصدق دي نايمة وبتشخر كمان. دي نقش. شغل ليه يا اسطى؟ اصلا مدني رنه. طب كلمها. طيب معيش نصيب، ضيعت رناتي كلها على اصحابي. طب استنى انت تتصل. اما الو، فتحت عليا التليفون ليه؟ الو في ايه يا اما؟ ما فتحت عليك التليفون. انا يعني فتحت عليك الحمام. ايوه الو الو الو، لقد نفذ رصيد امي. خد كلم امك وخلصني. وانت تعرف نمرتها منين؟ الو اما. ايوه اما. لا 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 براحتك. لا ده تليفون زبون، هو ظريف لطيف غلس كده. لا 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 ايه؟ حناوي؟ خالي حناوي؟ خالي حناوي هو شاف شكلي قبل كده؟ خلي حناوي اخر مره شافني فيها ما شافنيش فيها. لا لا لا، روح انت، روح انت بقى. بقولك ايه، ما تنسيش تجيبي معاكي 5 كيلو مصامير 10 سنتي لزوم الشغل عشان ارميها على الطريق. انت اللي بترمي المصامير على الطريق؟ ليه ما تاكلهاش؟ ليه ما تاكلهاش من هنا في الطريق يا صالمه؟
تقلقش يا حبيب، خدوا النبي الفطار ده وديه للنام. طب برز اخي، برزت عينك من وشك يا بعين. خد نحلوح اهو، قول له يفطر ويروح يشوف اكل عيشه. يا استاذ لمبي، يا استاذ لمبي، عايز ايه؟ الفطار يا استاذ لمبي. طب ثواني ونزلت. هاتيا هاتيا، ما هو لبنك. هاتيا بقولك اهو، بص مش شايفه يعني. يا ده هات الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي. ده هو جنيه اعمى اعمى، انا هوديه للمغربي. هات الجنيه المغربي بلاش. هات، طلعت لي فوق؟ لا خلاص، يبقى نص جنيه. تطلعني فوق يبقى نص، يبقى جنيه. انما تحت هنا هو عند الماسوره يبقى نص جنيه. ها هو كفايه عليك ده، خد ربع جنيه اهو. اذا احنا مش اتفقنا على نص جنيه؟ مش في ضرائب عقاريه لسوق الاحوال الاهليه؟ يعني قانونا وشك بالحيط وقفك ليا. يلا اسرح، يلا يلا. ده انت لودة لودة لودة، ما همتش برضو على النوجة. طب عليك يا جلع علي، لحظة طب حراس عم باول زي أصدوما. أيوة أخ أصدوما. أيوة أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي فين أصدوما؟ أنا اللي أصدوما. أنا تقفل الفرامل والدربليات مية مية يا باشا. من ساعة ما اللوست أشرف كلمني ظبطت لك كل حاجة، والفرامل مية مية وبالقسط كمان. خد اطلع قدام بالعربية وتعالى بضهرك وقفنا اهو، واضرب فرامل ودربلياش في الحته دي. في الحته دي هي دي التجربه يعني؟ اه ماشي، انا جاي لك اهو الوقت. الله ينور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايز تزحف الزحفه اللي هي الزحفتها دي. براء باذن الله. براءة بإذن الله. نبي اشرف اشرف، الله يخرب بيتك، اتأخرت كده ليه؟ أنا دخت يا أستاذ والله عشان ألاقي محامي بس يجي يترافع عن القضية ويأجلها. مفيش نهار أسود على الليلة السوداء. طب وبعدين؟ والفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب ما نعمل ايه يا ريس؟ انا دوخت، انا جايب حتى رحت اجلت بابا هو عشان اي حد يطلع. بيتك؟ انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله ادك وتترافع، وانا احاول المحامين دول خالص. قول ان وشك كده؟ ماله؟ انت جايب الوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا ابني، انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد المدين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. ايه يعني المحامي يا شريف افندي؟ المحامي في الـ في الـ في الكابينيه. ايه؟ في الكابينيه يعني، هو في الكابينيه وجاي براءة بإذن الله إن شاء الله. براءة أبوس إيدك، شوف شكله عامل إزاي. ده مش بعيد يحطنا إحنا الاتنين في مشترك ويغتصبنا دفعة واحدة. افندي بقول لك يا متر، ما تقوم تترفع أنت أدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سونور سنتريسي. ندعو على القضية. أيوه حاضر، ما أنا عارف. ندعو على القضية. والمصحف سمعت. خشت العظم. والنبي سمعت. لما قمت تترافع. الله يخرب بيت النجاح. الدفاع يتفضل. قوم فز. سيد الرئيس. سيد الرئيس. حضرات السادة المستغربين. أنا أحمد الحاجب. أرجو أن تتسع ساحة المحكمة لكي آخذ راحتي في الدفاع. اجري يا اشرف، هتجري على ابويا. ابويا اجري يا اشرف، اجري يا اشرف.
خلصتوا يا عيال الاكزرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي فور وان اكزام. يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي. عدسي برضو بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره وفين الشعريه بتاعت الدروس؟ أدخ أنا جابت أدخ بس بقى بس بقى مزهقناهاش قوي كده بقى مش احنا بس اللي احنا في الموبايل قعدت اكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان يا بنت والله شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت سلمي مش زعلانه دي عامله ايه؟ كويس لا يعني انت عامله اكل ايه؟ عدس عدس؟ والله العظيم عدس؟ صدقني كانت نفسي رايحه له احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس ده احنا لسه واكلينه من ساعتين ايه يا نوجا؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تخلوا الناس بقى اللي عايز كل حاجه فيكم قلت له صف يا عم انت بتدرس الزبالين ولا ايه معلش خلاص حقك علي ده في رب تلات ودان قاعد ده انا والشيف ورو شكله محل فعلا شكله محل ربنا كان وجه كده اما تبقى بطنك كده مبقلله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره يا رب يا لمبي نفسي في حته عيل يبلع لنا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجه انا حاسس ان المره دي في امل كده يا رب ابو عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص هي متجوزه واحد ميت ولا ايه لا خالص العيب مش فيك امال فيك ولا العيب فيك امال العيب فيك الحقيقه انت سليم وهي سليمه بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف وانت اذا اتجوزت واحده تانيه تخلف انما انتوا الاتنين مع بعض ما تخلفوش لان ايه ما نخلفش امال عن بيض ده رأي الطب نو هو مفيش امل انت الله انك اذا كان الرجل ده اساسا مخلف دبدوب فكرة احنا مش عايزين نروح لدكاترة تاني بلا عياد بلا عرف بص للعيال عندك اللي انت بتدرسي لهم دول وانت هتكرار الخلفة واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها تباتة انا نفسي اخلف يا لبني نفسي في عيل عايزة عيل وانا عايز تكييف وانا كمان عايز عيل نوجة يا بنت عبيطة احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 ها؟ يبقى 15 سنة
لان فضلنا 10 ونبقى تبيضه مع بعض. نحمد ربنا انه في ناس بتقعد بال 30 و 40 سنه والله ما بيخلفوا، ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش. انا مش عارف ليه. ايه خلاص بقى واقف بقى انت حتى التنكي من اولها ما تشربي بقى على طول. انت مش شايفه؟ البسي. طيب البسي هات ده حمص الشام. ها كنجت ايه فينك يا عم الف سبروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كان المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترفع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي ترفع ده يطلع في الازمات يعني. ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده. مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه الصوره برضك. فيها صورتك؟ وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده. حاجه محترمه فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه؟ يا صورة رئيس عصابه. اي حيوان انت بتتريق على لا مهابه. ايه حاجه مهابة. ايه حاجه ايه حاجه انت شايف ايه ده؟ هو ده. اه ده انا هو ده. ده هو ده. ايوه يا حاجه. ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثه وجاي. الجلسه باقي عليها ربع ساعه. اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب. خلاص. ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز. هو هيتكلم جوه. لا انسى انسى هنا. يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع. ما تخافش وما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. ضيع عليك انت محامي. انت ما عارفش انك محامي. انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. واد الطربوشه اهو. طربوشه اهو على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك ولدي حيضيع مني. عين عليك يا ولدي. قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. أيوة. ولدي حيروح في داهية. أيوه تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسم عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. انا ما اتفقناش على كده يا حاج. انت كنت بتعملني في مفاجاه هنا. ابوس يدك ابوس يدك ما تفضحنيش. حينادم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده. يا حاج احنا ما اتفقناش على كده. ابوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتهم ازاي؟ يا رب سكينة. ضربت في السكينة في حنكه؟ ايوه حاضر اهو. شرم له بقه؟ يعني ايه شرم له بقه دي؟ جون الحمد لله. حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسعة يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة دالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضية. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعمل تفاجئ فيا ليه؟ سيد الرئيس ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة. كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟
طعن 11 طعنه؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازه ولا ايه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئه المحكمه المؤقره ان بسؤال على مقربه من المناصره؟ تعال ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا، هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا، مش قصدي سعادتك، أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والأوتوبيس مش لاقينه. اتطبق إيه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أبوس إيدك، شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقة كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق أول ما رفعت ليا. شربات يا أستاذ؟ قول لي طلباتك. طلبك إيه؟ هكون عايز إسكبريسو، عايز تأجيل. إيه؟ تأجيل. تأجيل؟ آه. خلاص يا إخويا تأجل القضية، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا أستاذ تأجل القضية. والله هتقولها، يعني أنت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا أستاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم وكلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالة بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجه. ها؟ اما تهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده، بروح لامح بعيني كده، شفت ال سيادة المستشار ودي الدمعة بتفر من عينيه. يا لهوي الله عيط القاضي عيط. يا بنت بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه هو طلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت افهمي، واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقه. اه سيادة القاضي هو اللي بيبقى قاعد في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره، لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي لو النبي 5000 جنيه اول مصحى و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف، انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي هي مش عايزه كده. عشان خاطر اختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده، استنى النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. طب بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي مرفت وجوزها محي عازمنا على الفيلا الجديده النهارده. اه نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه. بس كده يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غالي وين حلو بايه؟ السكر غالي وين حلو بايه؟ قام لبت على الركب. السكر غالي وين حلو بايه؟ السكر غالي وين حلو بايه؟ السكر غالي وين حلو بايه؟ السكر غالي. بص لما ما حبش البرتقال. حبش ايه؟ البرتقال. المرتقان لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت أمر حضرتك، عندك كل حاجة، عندك رجالي وحريمي. آه وادي البروفة الرجال ايه؟ خش ايز. وادي البروفة خلي الرئيس تخش تقيس جوه.
تصلي الايه؟ الانسه تخش تقيس جوه. على اساس ان انا واقف قدامك شفاف. في ايه يا استاذ؟ انا غلطت فين بروستم يعني؟ في ايه؟ الله 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 يا عم، انا كلمتك انت عايز تتخانق ليه طيب؟ الله، طب مال امك انت؟ انت بره 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 بره، رن علينا عبيدك يا رب. وفيه عارفة؟ الله الله الله، الناس راحت فين يا بوب؟ انا مش عارف، الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي ايه؟ الفلوس مش خطرتين، فكرت البتاع ملغم ولا حاجة. ما تخافيش يا بنت، الفلوس النهوف في قلب الجيب جوزك سبع. خفت يكونوا الثانوية خرمني. لا يصيروا منين اهو في جيب اهو. بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبين نكمل شوبنج. انت انا بنروح الموسكي كلاس اكتر. اه طبعا والله عندك حق، المرة الجاية نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. على فكرة الصفرة دي كلها جاية دليفري من دبي، والراجل جاي بالفزن من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. مشكلة ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجة. بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. خليك قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفن 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 ايه ده؟ طفونة يا بابا، طفونة. خد عفونة مش طفونة، ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ مفيش امل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيلة الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتلك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت بباريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسرهوش فيا، ارخص من مصر ب 29000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الله الماظ، يا لهوي الماظ. مبروك، الف مبروك، حاجه تقبل طبعا. والان مع المفاجاه. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا، اول اغنيه اطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقيه الشارع، خليه ياسر محي الدين ابو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك، انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يلا يا ياسر، سمع عمو. يعني لكم يا بابا ده، يعني لكم يا بابا ده، يعني اقول ده. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكم يا بابا ده، يعني لكم يا بابا ده. الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا ضحية. ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا ضحية. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يا
يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة؟ انت بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال بقول انا حاولت اعتذر لهم 100 مره مفيش فايده، هي زعلني. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس على الهوا، مفيش فلوس. هقول لي اقول لك ايه؟ نشفى نشفى زي المتشفى. يعني ايه لمبي؟ الله قال يعني ايه لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عديل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هدي امشي اطلع بره. الله ما بره بره انت يعني هتطلعينا من الكونسول؟ على فكره انت وليه مفتريه او المصحف لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخيار، هات الخيار بتاعتي وليه مقتدريه. اجل عايزه هنا، عايزه يا بنت، عايزه انت عايز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسرك نفوخك. تعال الحين. طب بالراحه. طب انت اطلع بره. طب بالراحه. طب يا بنت بالراحه اصلا. ما تعصبنيش انا بابو عمي. والمصحف هخسر لك نفوخك. اقعد قعدنا اتفضل لي ارغى لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان احنا مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تعتباطي ولا غيرش منه. ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف مع اختي وجزوختي محي؟ لا نطلع النوكه. نطلع. انت مش عايز نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7,500,059 قرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتبته بتبوظ من وشه. سبحان الله سبحان الله في رزقه، اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير ان يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مره طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجه بس بقى خلاص. طب بقى ما تعيطيش بقى نوجه بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجه اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي لان ده الكخ نفسه. البنت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول ما عايشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك، فاكره نفسها قصر في دور دقلي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي، ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكرع؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي ام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جردل ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض، نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين. مهم الكابيلتي. الله حرام عليكي. طب يا نندي. ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. من فضلك والله انا عندي سرير بس ايه لازق في رجله جدل كده، فهل ممكن تشنج؟ لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب انا شاكر جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجيلي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس شوف الحل ارجوك، انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور اعتبر المكان مكانك تمام، والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. يلا
تمام، هذا الشيء ده كتم للصوت وده الهدف العنتابلي. أمرني ربنا يخليك. الله يخليك والنبي، بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي. هل انت كنت واقف مع الدكتور الف لا باس شعر عليك؟ كنت بخصوص البق ده؟ عيان الف لا باس شعر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه النبي، هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ ده 4500 جنيه لحد البيت، وحساب العربيه عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا لا لا، مش عايز الناس حاجه اوطى من كده، يعني حاجه اوسخ من كده شويه. ايه ده 900 جنيه بالمشال؟ ده حلو قوي، ده انا جربته. حلو. انا جربت عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه قوي، ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عسل والله، ربنا يخليك. طب السرير ده هاخده ان شاء الله. هاخده ادفع الفلوس هنا في الكوافير؟ لا، الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسي يا سكنانس. هيخرب بيتك يا دتة، موتني يا فوري. صباح الخير يا استاذ فهيم. واللي يشوف وشك يشوف خير. طب ليه وانا داخل عليك بوقف رجلي يا بني ادم؟ 900 تليفون جايين لي من الصبح، كل الزمان بتشتكي. منطقه المهندسين كلها ما راحت لهاش كهرباء. مهندسين؟ امسك. ايه دي؟ كرتونه الجرايد تسرح بيها على كعوب ام رجليك. حاضر. انت مش وش نعمه. وانت يعني اللي مكتوب على وشك التابعي؟ ام وشك شبه مطار القاهره صاله واحد. يا عم انا اللي علقته. حاضر يا باشا. اثبت منه اخينا الدور عندنا. ازاي يعني يا ريس؟ يا ام احمد بتحمل ولا ايه؟ طب خلاص طلاق بقى علي، ما هو راكب مع حد غيري. يا جدعان بقى خلصوا بقى، تاخروا اتعصب عليكم وعصبيتي من كويتها. انت تخرس خالص وما تفتحش بقك. فتحت بقي ليه وانا حاكل مصر زيت؟ اخرس. ما تهرباش يا تحصل انا رسولك تحت العجل على الطلاق. طب استمر يا ريس، ورنات يا ريس ازاي يا ريس؟ اهرته. انت بتفتح ايدك على ريس؟ وانا ريس. ده دم، ده دم، ده كابوس كابوس. طب يا مسكر على هو كل يوم يا استاذ مسكر. عامل لك ايه انت اللي ظابط نفسك على الجردل؟ وبعدين ايه الريحه الوسخه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ انت ايه؟ طبخه رجلين جوزك النهارده ازاي يا معلم؟ تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك، ينفع كده؟ ينفع. الغنم جعان. تاكل الغنم العيش بتاعي يا تخلي عندك شويه رحمه دي ارواح. لا وارواح تبعي يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراحه. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانة؟ اخرس يا جليل الرجالي. انت بتضربني؟ اهري انا ضربت يا خالد. مين اللي ضربك يا؟ انا ضربت خلاص. انت ضربت في الحاره وتهزقنا يا خالد. ما حدش هياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوانة المنطقه دي ضرب هاني ابن اختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ الله. وفيها ايه اصلا ما يمد ايده عليك؟ في اخوك الكبير وضربك، وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا، والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنتضرب. يبقى نتضرب من غير غاغه بقى. ها؟ نتضرب بقى من سكاب بقى ومن غير غاغه. قلت لي عليا يا خالي. اخرس يا جاز لما قوم تطلع فوق تحت.
اقولها لك، اقولها لك من غير خيسه. اسفين قوي يا معلم حصوه، واعلى ما في خيلك اركبه. انت وسخه ومدير غير بالدراع، وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. يا حبيبي وحشتيني. ايه يا فولا؟ ما خلاص بقى، ولا وانا طالع ولا وانا نازل، وقفان انت زي اللقمه في الحوض. تعالى جوه. بس انت عبيط قوي يا بنت. اهدي اهدي بقى، اهدي شويه بقى، اهدي. اي جوه ليه؟ هنا المسرح هتنطر؟ تعالى اقول لك، تعالى جوه يا بنت. خش بس هقول لك. انت مجنونه؟ اه ده مش حب ده. هقول لك. اوعي. تعالى. اهدي اهدي اهدي. الله الله الله، ايه ده ايه ده؟ انت ابويا وامي والله. وده وانت وانت صغيره ولا ايه؟ يا بنتي بقك مستفز، انت كلك مستفز. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. يا بلدي يا يا واد انت، ما فيش مثال. دي دراسه طلوع الروح دي ولا ايه؟ يا بنت ابوك هيوديني في ده لسه متخانق معاه تحت. ابويا ظلمني يا تتع، وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصه. هو انت اللي هتنجزني يا تتع؟ ليه وانت هتنتحري؟ لا. امال ايه؟ هتتجوزني وتشغلني رقاصه. رقاصه؟ اه. هنكسب دهب يا تتع. ايه اللي هنكسب دهب؟ وهي دي فيها كلام ساعتك؟ طبعا هنكسب دهب. ده احنا مش بعيد نكسب الجمعيه التاسيسيه ونقبلها الاول كمان. غوري يلا يلا غوري. بس حلو كده زر. انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه جندي حياتك هتبقى مستقره. وانا عايزه استقر معاكي يا بنت. يا بنت بتعيط. غوري بقى يا بنت، غوري بقى يا بنت. انا بصلون يا بنت اللذينه. تعالى يا بنت. ايه بقى؟ ايه بقى؟ مش عايزه تخطي. طب وحياة أمي لو وريك يا تتع. حصل يا بنت؟ ضربني ياما، ضربني بجد يا بنت. يبقى حبك يا منكوسة يعني. اطمن ياما. اجري يا بنت، شوفي لنا محطة رأس كده نهيص شوية. توحشني قوي يا مستر. والله عدتكم هنشبع منها. احنا مش بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر ان شاء الله. نار اسمه خلاص هنا بيض على راسه. ازيك يا تتع؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ لا بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو كيفيه الحش وفي الفنجان. غاوي حش وانت. ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضه؟ اه ياني سلامتك يا قلبي. هادي هادي. خلاص بقى هادي. هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقى بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك، عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه. مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى؟ انت بتضربني بجد؟ ايه هز؟ اما اكلمك بص لي هنا، بص لي هنا لما اكلمك. ايه كبرت خلاص؟ زورك بقى وسع كده؟ هنجركزك بقت عريضة؟ خلاص بلغت؟ كان لازم مطاطي، كان لازم مطاطي هذا عشان خاطر الريح تعدي، وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوك يا حسوه ده ولا حاجه. يا انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع، وانت برضه جبان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألذ حاجة، ألذ حاجة إن أنت تكون نايم وواكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. عايز إيه تاني؟ نايم متظبط، نفسية محطب وزي الفل. في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟
وبعدين هي كلها 60 70 سنه اللي هنعيدهم في الدنيا. اوعى تكون حاطط فكر في دماغك ان انت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصه دماء. يا هات احنا هنضيف على الدنيا خلاص، ويا بخت منظر وخف. والله يا اخي مش عارف اقول لك ايه. ايوه كده ارجع لاصلك قرد. تعالى خد موضه كده، تعالى خد مكانك يا وسخ. تعالى تعالى خلاص كده، ده احنا خلاص من الاخر خلاص خلاص. طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجين برك. تعالى ايوه حاضر، ايوه حاضر، ايوه حاضر جاي حاضر. يا رب عدي 60 70 سنه دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو، حاضر حاضر خلاص خلاص. انا جاي في الحته دي خلاص، انا جاي في اهو خلاص خلاص. اتفضل يا ست سمانه. خش يا بنت يا فول، لو معاك النقاش ادخل يا استفرشة. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى ياما، انا عايزه الركنه دي وصدقي مزغزغ. حلوه. والصاله بقى ياما عايزاها بوبوق مزعرب. ايه بوبوق مزعرب دي؟ بوبوق مزعرب. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح؟ والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه سيراميكا مسلح، اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوزني ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد رز اكس. اسمع بس بلاش لماضه، تعالى. ما هو ده كان كده كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه تتح، خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمه ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصر؟ والله لحمه ضاني ضاني. خد امدي بقى امدي. لا طب اديني فرصه افكر، انا موافق. هات لحمه ضاني 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 تتح عشان الدنيا تفتح. يلا تتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تتح. تتح ايوه اهو. خد الفضل واحده ليا. واحده ليك، بس بعد ما اسجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك، بتقول انت اوسخ راجل وازمه الواحد في المنطقه. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ لا ما خلاص، الراجل موافق وكل ماضي وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل، اذا كان علينا خلاص ده ممكن ارحل، بس يعني طب الواد الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ ما تسيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما حنيتي يا منكوسه حسوه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه دي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليه؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد حسوه. طيب شخصيتها زيده، طب ممكن تديك بالجذبه. هز المفتاح، هز المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايا، والمعلم راح المعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازع السلم. حسوه ما تصحينا هب القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش، ما تزعجوش الولد، الولد نومه خفيف. واسع يا عم، واسع يا عم، واسع يا عم. انت هترزع الواد ايه؟ الواد لسه صغير ده. بص نايم عامل ازاي. هادي قوم يا هادي، قوم هادي. ايه خير وحيد؟ يلا حبيبي قوم هادي. انا صح يا هادي. هادي ايه خالو؟ يلا قوم خاطر، عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروف الجاردن اللي على السطح. تعالى هادي، تعالى خبز شوف. شايف؟ شوف تحت تعرف وبمفتاح. في حد في العيله سال مفتاح قبل كده بميداليا؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حته حصان في رقبته. ايه ده؟ إذا 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 شفت يا هادي؟ أسرير الراجل كان مزمزع عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح، إنما كده خلاص، إحنا خدنا. إيه ده يا ده؟ بتلفزيون يا خالي.
تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ ايوه يا خال. ومواصل والدرجاجي؟ يا خمر اسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده. ده اللي يدور بده يا خال. اشتغل. الحق يا خال. ده التلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هادي هادي هادي. ايه؟ بص دي بص الولية دي. هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحدة منهم دخلت في بالسالة عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقد الجنسية. طبعا. يا خبر اسود. ايه يعني بسبب؟ احنا هنعيش هنا على طول خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق. عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق بعد عنك مسمار جحا ودقف قد المكان خلاص. 7000 سنة حضارة بيقولوا لا. عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده ما نزلش الاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص خلاص بقت نعم خلاص. هما 60-70 سنة دول مش هيعدوا على كده. طيب وقت ساعات طريق. اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا مشخلع. اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا انس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم انتوا روحتكم على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكم قعده كده. روح بس هات لي كوبايتين اجري. تتح تتح انت ده تتح. ايه يا هزي؟ اصحى يا تتح. اعوذ بالله ابليس ومهمه. انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عصر جاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقول لي اعرف اطبل؟ اه لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوة كده خلاص بقى يا عم حصوة. السجار النافذ بقى والول هوبا تجاري الناس الفاول هوبا بقى لعبي ومتهور كده اهو. لو حنصي فين طموان بضيع فيه ولا سبتمبر. رص يا اخويا رص رص حسابك معايا بعدين يا هادي. بصلحك يا حفو. ايه التكاتك اللي جايبه ترقص دي؟ يا خالي خالي ايه يا هادي عايز ايه يا هادي؟ عايز 10 جنيه بس عشان اصور ورق. عندك روح هناك فقعد بالبنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعهولي. استنى عندك. ايه يا خالي؟ فيكس. خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقى اقعد اكتبهم النهارده. استنى هنا عندك خلاص؟ خلاص كده هتمسك وهتقعدوه خلاص؟ انا مقصر معاك في حاجة؟ امسك انت منص وانا منص. خلاص خلاص خلاص. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام يا هادي. صحيح الخال خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. اسفين يا بروف ازعجناك بدري كده. لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا حبيبي. يا كريم.
راجل قلابه يا عمارة يعقوبيان. صباح الخير يا تفتح يا ابني. صباحك لبن يا عم ذكري. أنا أقول لك عن فكري، هو الناس اللي داخلة بحاجة عندك دي، العيال الصغيرة دي بتعمل إيه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحة وفنادق. ما طبعا لازم يبقوا سياحة، حلو يبقى لازم يبقى سياحة على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ وإتيكيت. دروس في طبيخ؟ والإتيكيت؟ ده غير حصة امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا، الحشو ده أول حصة. الحشو أول حصة داخل ناشف كده من الأول؟ طيب خلاص، نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثة جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجه ايه اكتر من انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ هو صحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حصوه؟ اتنزلت ايه؟ دي استعاره عشان خاطر بنته الموضوعه دي تتستر. استعاره ايه وخيابه ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف ست شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي ورهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده، خلاص بقت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع، مش بص يا تتح، انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. بني ادم مننا بيعيش حياته مره واحده بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. يا انت هتهجس تقول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي. اديهم الرابعه. يا حصوه الكلب، انا هفرغك نفسي. انا عكيس ما تاكليش اتكلي. لو سمحت يا سيد المعلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحمه بتلو افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك، ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيت كتفك يا اخويا؟ رعدوه في التلاجه على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ عمر يا عم الناس. جالي طرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ مع الفل. مع الفل يا عوكسه. لا بص وحياة امك ما تعملش حاجه وانا هتكذب. حبيبي صبح بقى. مش هيقدر يعمل اي حاجه. خد يا ده انت انا تعالى عمر ساعتك. انت مسجل يا ابني؟ لا حضرتك بص، انا خلقت ربنا طبيعي. انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك، لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في قلب الكيس البلاستيك بتاع الخضار. حضرتك امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصو؟ بيت المعلم حصو حضرتك سيادتك دعاره بقى العرب. وانت بقى اهلك ما ترد على بص يا بنت الكلب وغليتوا البلد. فين بيت المعلم حصو؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص دور. لا يا رب ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الدعم في خدمه السلطه. طب بوزه. لما كان نفسي ادخلك يا جامعة الزنجرية. بس هنعمل ايه بقى؟ الحاضر والنصيب.
انا ماني دلوقتي متخرج ومعايا الشهاده الكبيره وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار اراب يا اراب هادي اراب عدس اهرام اخبار جمهوريه يرى البيت يرى البيت. قول لحضرتك ايه؟ هو انا ينفع اخش جوه الجامعه وابيع جرايد؟ طبعا ينفع، انت مواطن مصري. اه ليك حق في البلد دي، ليك في الجامعه، في النيل، في الهرم، في المترو، عشان كده لازم يبقى في بيننا تداول للسلطه بشكل متوازن. انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء. هو حضرتك جابت انقاذ ولا ناديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا؟ مين؟ احنا. اه انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم. تنظيم سري؟ لا لا لا، تنظيم علني. علني. طب طالما الفضائح كده، بص بقى، لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا. مش احنا؟ دي جابت المعارضه؟ خلاص قعد مش احنا مع شايفينكم. واطلعوا بحل على الخضر، الثعب يقعد مرتاح. اشوفك في الميدان. في جحيم الله. خد تعالى هنا، انت خدتني في قلبضات كده. انا عايز اخش الجامعه ازاي؟ انت في الجامعه فعلا؟ ايه ده؟ معقول انا في جامعه السنجريه؟ كويس خالص، يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا انه عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهة نظر كل واحد منكم، ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنة. اتفضل. الحرية يا دكتور. جميل، الحرية. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطية برضو يا دكتور. كويس جدا، اتفضلي. الانفتاح يا دكتور، لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات. كويس. المنداش اللي قاعد جنبك ده ممكن تقول لنا وجهة نظرك؟ انت أنا ساعتك؟ ايوه انت. زملائك بيقولوا ان الانسان العادي اللي عايش في بيئة فقيرة وفي حي شعبي محتاج لعدة عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وطنه. في اللي قال الحرية والديمقراطية والانفتاح على ثقافات العالم الاخر. المواطن محتاج لايه حتى يشعر بالامان والانتماء لوطنه؟ انابيب. سيبوه يقول وجهة نظره، اتفضل. احنا قلنا انابيب؟ انابيب، انابيب وبنزين وسولار وعيس والدائري بالليل. انت بتهرج؟ انا ما بهرجش والله، ده بيثبتوهم، ده بيثبتوهم رسمي على الدائري بالليل، ينزلوهم التاكسيات وروح حاطط لك السنجه وانت قاعد دلوقتي. انت طالب انت؟ اديني كارنيه. كلك مين يا عم؟ ده انا على باب الله بتاع جرايد. هي حصلت؟ باع جايلين جوه مدرجي؟ الراجل ده هيعمل لي فيها صاحب ملك. يقول لي امشي اطلع بره. بقول لك ايه يا سيادة؟ تقول لي انفلات ياما. يا نهار اسود يا راجل، ده كلام فاضي. انت هتقول لي الاخبار يا رب جمهوريه. يلا اقرا البيت. البيت ها؟ ابعد منكم بره بقى خلاص. يا ساعات